اهلا يا اهلا، اهلا بالفنان الجميل. ازيك يا سعيد؟ اهلا اهلا، اتفضل. عامل ايه؟ اتفضل. الحمد لله تمام. اتفضل، منور الدنيا. انت في المرسى بنورك. ايه الجمال ده؟ مشرفني. ايه الحلاوه دي؟ الله يعزك. لا بجد، ايه ده؟ منور حاجه فضل. جميله قوي. روعة، حاجات جميلة. تسلم يا باشا. وهنا ده شغل جرافيك. جرافيك لاينو على خشب. على اكوريل، الاثنين مع بعض. يعني انا اللوحة اكوريل طبعت فوقها خشب، اللوحة تانية اكوريل، لوحة اكوريل، ودي بتاريخ ودي بتاريخ، ما كانش عندي ورق يعني. وده بذوع شجر. بذوع شجر. اتفضل. وانت جاي وانا بطبع. ده تمثال ليا بسيط كده، احد الاصدقاء عملوه لي من 20 سنه يعني. ده دولاب الجوائز والميداليات اللي خد لها من تقريبا 22 دوله يعني. وهنا بقى الجزء اهو، تشوف. حلو بذوع الاشجار دي. دي بذوع اشجار. جميله. ودي مقتنيات ليا فنان صديقي اليستر. وانت جاي وانا بطبع بطبع لوحات الايقونات دي، طبعت اربع لوحات، ودي دي دي خشب ديت نسخه على قماش هيك. بس انا لما بحطها النسخه القماش بعملها الاخر بعد ما اطبع الورق، بعمل نسخه قماش على اساس تنشف ال دي ايقونات. دي الايقونات 150 لوحه. وجه وظهر مختلفين، ودي برضه حافظ على الخشب، دي الخشب اهو. وهنا كمان اتفضل. ده مكتب؟ ده مش عارف الاضاءه وحشه ولا كويسه. ده غرفه المكتب، مكتبي. مكتبتي. وعندي فونوغراف وعود وكمان جو مزيكا، بس لسه بتعلم شويه العود يعني. بسم الله ما شاء الله. الله يعزك. كتب كتيره. الحمد لله. ده مليانه، الدولاب ده مليان، ودي مليانه. ثلاث ارباعها فن تشكيل. بنيجي هنا كمان الغرفه، ما يعني ما تظهرش السرير. يعني دي غرفه اللي قعدت انا بقى يعني. وانا بحب العود، العود كآلة موسيقية محددة ليه، بس لسه بتعلم جديد يعني، مش عازف شاطر يعني. حلو كومودينو ده. نفس الحكاية برضه، اعتز بيه لانه كان كومودينو بتاع والدتي وامي الله يرحمها يعني. هنروح تاني كمان للغرفة الأخيرة. ده جزء من المطبخ والمخزن والهنا للحمام، ملوش لازمه. وده المطبخ كمان اهو فيه. ايوه، عشان نتاليا قالت لي عايزه مطبخ. المطبخ هو الثلاجه وكل حاجه موجوده. انا على مين؟ هنا بقى الغرفه بتاع الطباعة، الحفر والأدوات الحفر والمكبس. ده المكبس، وده شغل اللي أنا طبعه النهاردة، ده مطبوع النهاردة، الأيقونات الحفر على الخشب دي وود كات. طبعا باقي اللوحات، في لوحات كتير موجودة بس فوق في المخزن بقى يعني. هي دي، ده شغلك استاذ وحيد؟ ده شغل قديم، ده شغل قديم. التاريخ هو مش شايف كويس. 2010. ودي برضه كده، ودي دي شوف 2009. ده شغل قديم، ده شغل قديم. وده برضه قديم. وده بواقي خرده سلك، تماثيل سلك، احب انا الحاجات دي. عامل مجموعه كبيره منها يعني. ايوه.
حتى البيبان والابواب ما سلمتش مني برسمها بس. يعني باب الشقه هنا باب المكتب نفس الحكايه. معظم البورتريهات الموجوده هنا كلها بورتريهات من الاصدقاء، يعني ده من العراق، ده من سلطنه عمان، هم اللي رسميني، ده من اليمن حميد، ده مصري، ده كذا، كل واحد بيرسم لي بورتريه وبقول له شكرا. ودي ادوات الطباعه جنب يا جاي، خلي بالك بقى الاحبار وادوات الطباعه. ده ستاندات نحت، ستاند نحت، وانا رسمته من الاربع زوايا على فكره، مرسوم من الاربع مش من زاويه واحده. ايوه ماشي يا دكتور. ماشي استاذ وحيد، نورتنا يا عم. الله يخليك، شرفت الدنيا والله. الله يخليك. ونرحب بروبرت، يعني رحب بنرحب بيه ونقول له ويلكم روبرت. ويلكم ناتاليا. ويلكم ناتاليا. اني تايم.